مرحبا صبايا، انا سارة. اليوم بناء على طلب كتير 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 من البنات عندي بالقناة، بدهم تمارين لشد ورفع الصدر، وهدول التمارين مخصصة لحتى تساعدك على شد عضلة الصدر وتحصلي على هذا الصدر المشدود. شوفي حبيباتي، هدول التمارين ما بيكبروا الصدر ولا رح يكبروا الصدر، وما في تمارين مع الأسف بالدنيا كلها بتساعدك على تكبير عضلة الصدر. ممكن تكبر بجزء بسيط كتير، لكن انه تكبر هدول ما في هيك تمارين، غير طبعا بالعمليات الجراحية. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي بحب ذكر فيها انه يلي حابين يصغروا صدرهم مع هدول التمارين، شد عضلة الصدر طبعا ما تنسيهم، لاني اذا لازم تعملي كارديو، حرق دهون لكل الجسم. ما في حرق دهون لصدر بس، حرق دهون لايدين بس، او تمارين حرق. ما حدا يغشكم بهذا الكلام، ما في هيك شيء بالرياضة. لما بالجسم بده يحرق دهون بيستخدم الدهون الموجودة بالجسم كله بشكل عام. حتى انه مثلا تخيلي انه هاي جسمك، اوكي، وهي الدهون اللي بجسمك. المكان اللي مرتفع بجسمك، اوكي، هذا فيه كتير دهون. ممكن يكون الارداف، ممكن يكون البطن، وهون ممكن يكون الايدين، ممكن يكون الخصر، دهون خفيفة. فالجسم لما ببلش بحرق بيستخدم دهون الجسم القليلة، يعني الجسم بنزل هيك بيحرق وين المنطقة الخفيفة، بياخد منها بالاول. هدول الدهون الكتار بيكون اسمهم دهون عنيدة، وبيستخدموا الجسم بالأخير. هو بيستخدم الدهون القليلة، بيستخدم راحت، اوكي، نزلت هون الدهون القليلة، خلينا نشوفها على التعبير، ضل هون، فبينزل بينزل بينزل، خفت الطبقة في منطقة معينة. هي الدهون العنيدة، وهي تمارين الهيت المسؤولة عن الدهون العنيدة، بتساعدك على التخلص من الدهون اللي بجسمك بأي منطقة. اتفقنا؟ بدون ما اطول عليكم بالحكي، خلينا نبلش بالتمارين مع بعض فورا. رح نسطح على وشنا، ايدي مو جنب كتفي، ايدي قدام شوي، اوكي. ما برفع حالي 100%، 75%، وبنزل لحتى 25%. على فكرة هذا كمان بيساعدك على شد الذراعين. خلينا نبلش. نزلي طلع، نزلي طلع، نزلي طلع. سكري تحت، سكري تحت، سكري ايديكي ورا اذنيكي بالضبط. سكري افتحي، انفخي وانتي عم تسكري، يعني استمتعي بالتمرين، لاني اذا حسيتي بالملل ما حتسابري عليه، ما حتعطي نتيجة. لذلك حاولي تستمتعي بالتمرين، فكري كيف حيكون شكل صدرك بعد شهر، كيف حتلاحظي النتيجة انه يكون عندك هذا الصدر المشدود اذا التزمتي بالتمارين كل يوم كل يوم. سكري واضغطي على عضلة الصدر. بعرف انه تعبتي، تحملي. 5 4 3 2 1. هلا
جمعي ايديكي اوكي فوق بهاي الطريقة، افتحي الكوع سكري، افتحي خلص. وهيك بنكون خلصنا تماريننا لليوم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيهم. اذا عجبكم التمرين لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب بالقناة، وانتظروني بفيديوهات اكتر. الفيديوهات التانية رح احاول انزلكم عن تمارين لحرق الدهون بالجسم كله. بحبكم كتير، باي باي.